يا بنتي بتردي عليا. انت لسه هتدوقي؟ لسه هتدوقي؟ ايوه خدي دوق يا بنتي. دوقي طيب. يلا بقولك يلا ما بقى ايه يلا. هو ده قربي مني وكلميني. هو ده ليه الجاكيت ده؟ بس بقى بتطرف مليون مره ما تمسكيش لبسي يا بنتي. كلمي بالراحه. الهبل ده يا بنتي قربي. استغفر الله العظيم. هي على فكره ممكن توطي وتجيبوا لحد بيعمل كده. في حد ممكن توطي وتجيبوا لنفسها. معلش ايه في حد بيعمل كده؟ اخص عليك. شايفه الناس. انا اللي شايفه دي ام اصلا. ايه ده ايه بعد كده؟ ده يوم عيد ميلادي ما لقيتيش غير اللبس ده تلبسيه. عايزه تفضحيني وخلاص. انت شايفه نفسك في المرايه؟ تعالي شوفي نفسك في المرايه عامله ازاي. معاكي هنا بس عشان انا اللي هدفع. ها وعشان كده سابك وما تخلينيش افكرك. فاسكتي خالص مش عايزه اسمع صوتك. فاهمه؟ انا عندي صبيان والله ما يقدروش يكلموني بالطريقه. فعلا كنت قطعت رقبتهم. الحمد لله انا ما عنديش بيت. قربي عليا. طيب جيبيني كرسي. طيب مش قادره اقف. ما تحطيش ايدك على الجاكيت. ايدك ريحتها جبنه وتقرف اصلا. هاتي لي العصايه. بصي العصايه دي. العصايه دي يا نهار اسود. انزلي اجيبيها. انا انزل اجيبها. انزلي اجيبيها يا بنتي. يا بنتي عيب. يا بنتي لو سمحت. لو سمحت بعد هي هت بنت. ايوه بنتي هي هتوطي وتجيبها. ايوه بنتي والله شفت بنتي بتعمل ايه. هي هتوطي وتجيبها. ربنا يخليك. انا عايزاها توطي وتجيبها. ربنا يخليك. اهو شوفي بقى مين هيجيبها لك. اسكتي. هي هتجيبها. ما تجيبيش العصايه. ربنا يخليك. ايوه بنتي اتفضلي. والله بقول لك جيبي لي عايزه ايه حضرتك؟ انت عايزه كرسي؟ كنت بقول لها كرسي. هي تعبانه كده على طول. انا هجيب لك كرسي. ربنا يخليك يا رب. ربنا يخليك. عاجبك اللي عاجبك؟ لا هي مش عاجبك. انا عاجبك انا بقول لك هاتي لي كرسي. لا هي تستاهل على فكره اكتر من كده كمان. دي امي. لا 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 تستاهل اكتر من كده. ما ترديش كده. ما ترديش ليه يعني؟ ما ردش كده في يا بنتي. كلمي عادل معاها. مش هتكلم عادل. ربنا يخليك. وهتدفعوا لها الفلوس كمان؟ طب كويس. يلا لقيتي حد يصرف عليكي. عشان اللي بتصرف. عشان اللي بتصرف عامله كده. يلا كمان خليهم. يلا عشان اللي بتصرف عليا. خليهم اللي بتصرف عليا. المرتب الشهر الجاي واللي بعده. انت كده ليه؟ واللي بعده. الناس حرام عليكي. الناس شايفاكي. عيب عيب. حرام عليكي. حرام عليكي. وانا اصلا مش هقعدك في البيت على فكره. انا خارجه مش هقعدك في البيت. ماشي ماشي ماشي. لا على فكره صدقي وهي تستاهل. انا قادره اصدقك. هي تستاهل. ماشي اعملي اكتر من كده كمان. ماشي ماشي. هي بس ولك اني امها. ولك اني امها يا حبيبتي. بتفعلي حطي نفسك مكاني. احط نفسي مكانك. بس على امي عايزه اعرف ولا انت مش واخده بالك ان هي ربيتك كده ومخليكي كده؟ ازاي حضرتك؟ هو ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمليه ده؟ انت مجنونه. انت مجنونه. حرام عليكي. هتيها. انا انزل اجيبها. اقصى عليكي. حرام عليك. اوعي تعيطي. اوعي تعيطي. معلش يا ماما. معلش بجد ربنا يتوب عليكي. اوعي تغضبي عليها عشان غضبك هي مش كده. وان جاهداك على ان تشرك في ما ليس لك به علم فلا تطعمها كلهم قولا كريما. يعني حتى لو قلت لك اغفري برضه قولي لها قولا كريما. بصي انت العصايه. هي مش ده العصايه اللي انت عامله كل شويه تقرفيني بيها؟ يا بنتي اركعي اجيبيها. اركعي اجيبيها. احترمي نفسك. اركعي اجيبيها. اركع. انا اركع. انت ايه اللي جرالك؟ انت اللي جرالك ايه؟ انت كبيره بالصغيره عشان تعملي كده. دي ام الصغيره بتقول لك كده. الصغيره اصغر منك اهي. يبقى الكلام الكبير. اسلوب حضرتك ده مش كويس والله. انك تزعلي والدتك كده وتغلطي. انا حره. غلط. انا مش قادره اقف. مش قادره اقف على رجلي. مش قادره اقف. جيبي لي العصايه. وقعت منك العصايه. اهي 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 اهي. حرام عليكي. حرام عليكي. ناس اتدخلت وناس انسحبت، بس الحزن والوجع كان الحاجه المشتركه بين الكل، ودموع ناس منهم كانت اكبر دليل على ده. ربنا اللي عالم بحالي. ربنا اللي عالم بحالي. وانا الغلطانه اللي نزلت معاك. انا اللي غلطانه. وخليت الناس تعيط. تعيطي. شايفه عمايلك دي؟ لا 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 بقول لك ايه. اصل انا بعيط عشان مش عارف بخاف من الموضوع. كده تخيلت نفسي في موقفها. ماله موقفها؟ لا عيب. إيه يعني ماله موقفها؟ لما كانت بتزعق انا منها والله. مساء الخير يا فندم. اوكي سوري. مساء الخير. ازي حضرتك؟ اولا اللي حصل ده كله مش حقيقي. الاساتذه زملاء ممثلين معانا. انتوا كنتوا معانا في برنامج الصدمه. الصدمه؟ زي ما هو باين كده على وش حضرتك. طب امتى حضرتك قررتي ان انا لا مش هينفع اسكت اكتر من كده ولازم اقول لها اللي جوايا؟ كنت خلاص اعيط والله العظيم منها. كنت خلاص يعني صعبت عليا وكنت هعيط. افتكرت والدتي. لا انا مصدومه بصراحه.
ولا يعني 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 انا قلت حتى ان هي مش طبيعيه. الحسبه اللي حضرتك حسبتها كانت هي الابدى بالنسبه لك، هي اللي كانت طاغيه جواك اكتر من ان انت تنفعل على البنت وتقول لها ايه الاسلوب اللي بتتكلمي بيه؟ هو الانفعال مش هيبدي شيء، لان هو تقريبا ده اسلوبها. لا ديننا ولا اخلاقنا ولا تقاليدنا ولا انسانيتنا تسمح بحاجه زي كده. انت قعدتي فتره الاول سامعه وشايفه اللي بيحصل؟ كذا في الموقف، بس عايزه ان انا اتكلم وعايزه اشوفها هي هتعمل ايه في الاخر. بس ما لقيتها بقى ان هي يعني خلاص بقى زودتها زياده على اللزوم، فقلت ادخل لها. لو مثلا الكلام ما جاش معاها يعني عادي كنت اميد ايدي عليها طبعا، ان احنا كلنا عندنا امهات، ما ينفعش الامهات تتهان. النبي عليه الصلاه والسلام قال امي ثم امي ثم امي ثم ابويا. ما ترددتش في ان انت تسجل الموقف ده؟ لا اطلاقا اطلاقا، ده الا لامك، لان امي الله يرحمها لحد ما ماتت وانا قاعد تحت رجليها، وانا راجل كبير متجوز ومخلف وجد قاعد تحت رجليها الا الام. ايه اللي زعلك في اللي انت شفتيه ده؟ زعلان ان هي وقع منها العكاز، ما كانتش راضيه تخلينا ادهولها، تقولي لا هي تميل تجيبه. طب والطريقه اللي كانت بتتعامل بيها مع امها؟ مفيش حد بيعامل امه بكده الشكل ده طبعا. كنت خايفه ان مامتها يعني هي تاذيها في البيت ولا الست تتاثر اكتر، يعني مش عايزه اتدخل اكتر مع البنت فالست تعيط بقى. بس انت من اول لحظه تعاطفتي، من اول لحظه دموعك معانا على نفسك، انت يعني يا اما مامتك يا اما تخيل نفسك انه بنتك مثلا ممكن تعمل فيه كده.